لا للنادي الاهلي. سريعا كابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي، بحييك وبارك لك كابتن سامي على المباراه. يمكن زي ما اتكلمت مع كابتن سيد، من اهم اسباب النجاح هي الفصل التام بين مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي. انت كنت نجم كبير وعارف ان ليها حيز تفكير مع لعيبه النادي الاهلي، لكن النهارده الاصرار وشخصيه النادي الاهلي من اول دقيقه كانت بانا. كابتن سامي بتشوف الجيم النهارده ازاي وقراءتكم للمباراه فنيا كانت ازاي؟ زي ما انت قلت فعلا مهمه جدا ان انت تفصل، لكن الاهم ان انت بعد فتره التوقف ديت كانت صعبه جدا علينا، كنت وصلت لمرحله فنيه كويسه وبدنيه وخططيه الحمد لله كنت كويسين جدا، فان انت ترجع بالحاله دي برده الحمد لله تحسب للمستر فايرر والجهاز الحمد لله، والمعسكر اللي احنا عملناه برده الحمد لله جاب مدلول كويس لعيبه، وعندنا مكاسب كبيره جدا النهارده، واتمنى ان شاء الله الاستمراريه فيها ان شاء الله باذن الله. بشكل عام يعني ابرز التعليمات كانت ايه؟ انا عارف ان اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير جدا في المباراه، الجو كمان ساعدنا لان عارف ملعب الجونه بيبقى الهواء صعب جدا فيه، لكن في ظروف كتير جدا النهارده كان التوفيق معانا بشكل كبير يا كابتن. الحمد لله دايما التوفيق بيجي اللي بيجتهد واللي بيتعب، يعني الحمد لله كان احنا اشتغلنا كويس الفتره اللي فاتت جدا، والراجل كان بيتكلم اللي مهم جدا البدايات دي، يعتبر بدايه مرحله جديده لينا، مباراه مهمه جدا خارج ارضنا، 3 نقاط مهمين جدا، حاله فنيه الحمد لله مرضيه جدا لينا، يعني اهداف الحمد لله برده نفس القصه كويسه، فاعتقد الحمد لله يعني ان ثمار الفتره اللي فاتت دي جابت نتيجه، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله بقى نفصل زي ما انت قلت المهم جدا النهارده، ونبدا نستعد ان شاء الله بقى لمباراه النجم الساحلي وبطوله جديده وتحدي جديد ان شاء الله لينا. اكيد يا كابتن سامي اخد من كلامك تحدي جديد وحلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، المباراه في تحضير ليها بشكل كبير وهي مباراه النجم الساحلي، خلاص بكره مسافرين مباشره، كيف ترى هذه المباراه في رادس مش في النجم؟ خلينا احنا بنلعب ما تفرقش معانا كابتن سامي الموضوع ده، اي ملعب النادي الاهلي متواجد فيه طبعا ما بتفرقش معانا، لكن برضو الحمد لله دي حاجه ايجابيه لينا، لان هم معظم لعبهم في ملعبهم في سوسه، والملعب انت عارف يمكن اصغر شويه من ملعب رادس، فالحمد لله اعتقد المساحات دي برضو بتفرق معانا، احنا الحمد لله حالتنا بدنيه كويسه، بدايه مهمه جدا، لكن انت عارف النادي الاهلي بكل المباريات بالنسبه له مهمه جدا، يعني اتمنى ان شاء الله يبقى عندنا نفس الاستعداد ده ونفس الروح دوت اللي احنا فيها، وان شاء الله اتمنى نحقق المطلوب من الماتش ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي لمجهود كبير والاصرار كبير، وان شاء الله ثقتنا كبيره في كل لعيبه النادي الاهلي، الحلم البطوله الافريقيه هو ده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله. خلاص النادي الاهلي كالعاده هيقفل الصفحه تماما، مجرد العوده الى فندق الاقامه تبدا التفكير في مباراه النجم الساحلي ان شاء الله باذن الله، نكون على قدر المسؤوليه، لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه باذن الله في هذه المباراه.